يبعث لكم حمى انتوا اللي جابكم. والله سأنا ما جيت قهوه على الريحه. وهي خمس ست اكياس رز وزيت قلي وسمنه والتوابل حطيت لك اياهم جوا، يعني بيطلعوا على بعضهم 25,000 ليره غير اللحمه. يا ريت ندبر لاختك سلمى مثلهم. والله بتستاهل. امي ما عاد فيني احكي مع انيس. السيد نادر عم يخجلني بلا مؤاخذه على الطلعه والنازله انا عم باخذ منه كراميات. يا بس اختك عايفه حالها، والله بتستاهل. امي نحن مو بحاجه هدول الاغراض. هي اولى منا فيهم. اعطيها اياهم. اجا ببالي بال. شو رايك احكي مع السيد نادر يشغل صهرك معه؟ ايه اذا لحقك دور لا تقصري. ما فهمت. أهل البناية كل حدا منهم محضر له قائمة طلبات هالقد قدها. شو عرفها؟ ما في غير عم يسألوني. يا طاهر إجا السيد نادر على المضافة؟ طلع السيد نادر من المضافة؟ مين إجا لعند السيد نادر؟ شو عم يقولوا له للسيد نادر؟ إي الله ما انشاف بالعقل انعرف. منين بده يلحقك دور؟ ولو بدي حاول. ما حدا أحسن من حدا. دور. والله يا استاذ نادر معمل قلبان واجبان بقص دهب. يا ترى في مجال بعد اذنك تعيني وكيل هذا المعمل هون بالشام؟ والله انا المعمل القلبان والاجبان اللي عامله في حماه وعيطي وكالته لواحد شامي. ايوه ايه خير ان شاء الله. بس ان شاء الله هذا الوكيل يعني يقدر يوزع لك البضاعه هون بالشام. المنافسه عنا هون كثير كثير صعبه. يعني بدها كثير علاقات وخبرة، بتعرف انت يعني. اي والله. يعني كثير بدها علاقات وخبرة و... شو عم تطلع استاذ؟ عالبيت اللي بليتني فيه، يعني لو كان الصالون أكبر من هيك بشوي ما كنا بركنا في البر. مظبوط. حقك علي. طيب استاذ، بكرة إن شاء الله بس تنجح بالانتخابات وتصير عضو بمجلس الشعب. في مجال تعطيني تعهد إزالة اللافتات والصور الانتخابية؟ وصوري أنا؟ تفاجأت بالقصة كلها، ماني عرفانة شو بدي اطلب منه. أنا ناطرته يفضى شوي، بدي أحكي معه مشان شغلي. خليني إياك. شوف أستاذي نحن حوالي المبنى حاولنا نجمله يعني جنينة مثل ما لك شايف وفيها أشجار وشوكيات. بس للأسف عم نسقيهم من مية الفيشة. شو هالحكي؟ شو بدنا نساوي؟ ما في غيرها. وإذا حضرتك بتساعدنا بإنه نفتح بير ارتوازي، شايف الغنمات وين واقفين؟ عند الخواريف هون ممكن يعني نفتح بير ارتوازي، إذا بتساعدنا فيك نكتر خيرك. لأنه أنا عندي طلبة، أول طلب بدي أبني السطح تبع بيت أهلي، ثاني طلب لسه ما فكرت فيه بس بدي أفكر فيه قصة. لعيوني لعيوني تكرم تكرم تكرم. ليش اخذ الرقم؟ ابو حازم عيوني لازمك شيء قال لي. اه بالعكس انت اذا لازمك شيء بس تعال في اي شيء بتحب. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني انا لو فيني داوم ما كنت طلبت منك تدبر لي شغل بلا دوام، لانه بصراحه يعني ابي لحاله بالبيت وانا ما فيني اتركه. تكرم عيني تكرم عينك، راي ادبر لك وظيفة بلا دوام. أنا أولاد البناية دائما بضل يطلعوا من فوق، يعني إذا في هيك شبكة هيك صغيرة نحطها مشان لا سمح الله إذا وقع شي ولد يعني تستلقاها الشبكة. أنا بعرف الطلب غريب شوي بس فوتوا لك فوتوا لك. شايف سيدي شايف. تكرم عينك الله يخلي لك يا هون مثل السعدين أولادك. أيوة ما شاء الله. معلش آخذ سيلفي معك بعد إذنك. تفضل الله يرضى عليك. شكرا لك.
يعطيك العافيه. والله ما بعرف اذا فيها سؤال اذا بحكي، فيها سؤال اذا فيها سؤال ما بحكي. لا اعوذ بالله، السؤال ما سؤال. الله يخلينا اياك يا رب. شو كنت بدي اقول لك؟ بصراحه انا والله مالي مرتاحه بشغلي، دوام طويل وهي المديره بتنق وبتسب، وانا عندي ولد صغير والله ما عم لحق اعمل شيء. يعني بركي هيك حضرتك هيك بتساعدني تكون انا المديره وهيك بتزود لي الراتب شوي. طاهر طاهر، ويا قله لأنيس المناسب جاهزة، افرضها بالصواني لما استنى. ما بدك تقول له للمعلم نادر مشان يلاقي له شغل لجوزها لأختي سلمى؟ كلهم طلبوها، ما بي غيرنا. بلا بلا، بعد العشاء. ولا إلا بلا، أنا صعيب بشتغل صانع بهالبناية، وأهل البناية بسموا اللي بيعطونا إياه إكرامين. بس هو حقنا وتعبنا وشقانا وأقل من حقنا، بس بعمري ما كسرت نفسي لحدا. بلاها كرامتي بالدنيا كلها.